أنت ما ترى مسؤولية لجمال عبد الناصر في 67؟ لديه مسؤولية. شوف الخلل، نحن لا نقيم تفاصيل. عبد الناصر لديه أخطاء، رجل عظيم وأخطاءه عظيمة. أخطاء عظيمة طبعا، وخلافه مع العرب ما كان ينبغي أن يصل إلى هذا الحد، لأن احنا زي ما يجري الآن تو احنا نحارب بعضنا دون معنى ودون سبب. لو رصينا الصفوف كما حدث في 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 مؤتمر الخرطوم، لقاء عبد الناصر وفيصل وطي هذه الصفحة ولقاءات الخرطوم، أعاد الأمة الاعتبار وأعاد القيمة، وأصبح العالم يخاف منا. في حرب 73 قطعنا النفط عن كل عن العالم، واهتز العالم وأصبح العرب لهم قيمة. أما نحن الآن قصصات ورق، يدسوا علينا ماشيين لا يشاورونا ولا طيب.